فضيلة الشيخ، ونحن نرى الناس يعدون العدة لرأس السنة الميلادية، ونحن نريد إيضاح هذه الحقيقة، أعياد الميلاد، من خلال تفسير قول الله تبارك وتعالى: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فإن عيسى بن مريم عليه السلام أحد أنبياء الله العظام وأحد رسول الله الكرام من أولي العزم، وهو أحد الأنبياء العظام الذين اختلف الناس فيهم اختلافا كثيرا، بل لا يعرف في التاريخ الإنساني أحد اختلف الناس حوله مثل المسيح عيسى بن مريم. ولهذا قال الله جل وعلا عنه: ولنجعله آية للناس. والله تبارك وتعالى في سورة مريم قص بعض خبره كما قص بعض خبره في آيات أخرى. في سورة مريم أخبر الله جل وعلا أن جبرائيل عليه السلام تمثل لمريم في صورة بشر سوي تام الخلقة، ومر معنا هذا في لقاء سابق، لكن الحديث اليوم من باب قضية أعياد الميلاد. فقال ربنا في سورة مريم: فحملته، أي حملت مريم بعيسى، فانتبذت به مكانا قصيا بعيدا عن قومها، حتى لا تظهر عليها حتى إذا ظهرت عليها مخايل الحمل لا تجلب على قومها المعرة. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاط، أي الطلق، وهو تحرك الجنين ليخرج مع الولادة، فألزمها ذلكم الطلق، وعرفت أنها ستلد، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت: يا ليتني مت قبل هذا، أي قبل الحمل كله، حتى لا أطعن في شرفي ولا أجلب على قومي المعرة. قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ومعنى نسيا منسيا: الشيء الذي إذا ذكر لا يطلب، إذا ذكر لا يطلب. فهب أن قوما في سفر أو في أناخوا إبلهم في صحراء من الأرض، ثم بعد أن غادروا وأتذكروا أشياء قد نسوها، فإذا كان هذا الشيء غير ذي بال لا يعودون إليه ولا يطلبونه ولا يعبؤون به. فهذا أحد أوجه التفسير في معنى قولها: وكنت نسيا منسيا. قال ربنا: فناداها. والأظهر أن يعود هذا إلى عيسى، لأن الحديث جاء: فحملته، أي حملت بعيسى، فناداها أي عيسى. ولا وجه لمن قال إنه جبريل، وإن كان مؤيد من أشياء أخرى، لكن اللغة هنا تستبعده. فناداها من تحتها: ألا تحزني. قال ابن عباس: كل ما نظرت إليه بطرفك إلى أعلى فهو فوقك، وكل ما نظرت إليه بطرفك إلى أدنى فهو تحتك. فناداها من تحتها: ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، أي ماء جاريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. اختلف الناس هنا من السلف والخلف: هل هذه النخلة كانت نخلة يابسة فكان ذلك كرامة لها، أم أن النخلة أصلا كانت نخلة مثمرة وكان الرطب عليها فلم يكن منها إلا أن هزته وكان الماء جاريا قبل أن تأتيه، أو أن الماء أجري بسببها؟ لأن يبنى على هذا الخلاف مسألة تاريخية. فإذا كانت النخلة يابسة والماء غير جار، فهذا لا يمنع أن تكون الولادة شتاء، وإذا كان الماء الرطب أصلا موجودا والماء جاريا فالأظهر أن هذا في الصيف. وعلى هذا فإن أعياد الميلاد المعاصرة تقع في 25 من ديسمبر، وليلة رأس السنة ليلة 1 من يناير، وهذا لم يقع إلا بعد 4 قرون من ميلاد المسيح. ومعلوم أن الحضارة الرومانية كانت تدين بالوثنية، ثم في 4 أصبحت الديانة النصرانية هي الديانة الرسمية للإمبراطورية الرومانية، فاختلطت أشياء كثيرة في التاريخ يدل عليها هذه الشهور الميلادية المتبعة الآن. فمثلا إذا نظرنا إلى هذه الشهور وتسميتها، وجدنا أن بعضها يحمل أسماء آلهة كانت في زعم الرومانيين أنها آلهة، مثل يناير ومارس، هذه كلها مشتقة مؤولة من أسماء آلهة كان الرومان الوثنيون قديما يعبدونها ويعظمونها،
إله الحصاد، إله الضوء، إله كذا، إله الحرب، في حين أن بعض الشهور تحمل أرقاما لاتينية، مثل الآن في شهر ديسمبر، ومما يدل على أن هناك خطأ في التركيب وقع تاريخيا لكن تبع اللاحق عليه السابق، أن ديسمبر باللغة اللاتينية معناه العاشر، وأنت تعلم أنه الآن هو الشهر الثاني عشر. نعم. نوفمبر مثلا باللغة اللاتينية يعني التاسع، وهو الآن يعتبر الشهر الحادي عشر. كذلك سبتمبر باللغة اللاتينية موجود الآن التاسع، لكنه باللغة اللاتينية السابع. فمعنى ذلك أن هذه الإضافة جاءت زيادة، فدمج الرومانيون شيئا من حضارتهم مع النصرانية، فهذا الدمج كله جعل كثيرا من أهل هذه الصناعة التاريخية يقول إنه كما هذا منصوص عليه في دائرة المعارف البريطانية، إنه ليس أحد يؤمن مطلقا بأن هناك يوما أو سنة يمكن أن يحدد فيها ميلاد المسيح. هذا من الحكمة التاريخية، وهذا لا يعنينا، لكنني أنا أتكلم من باب التفصيل في القضية. نأتي إلى احتفال النصارى بأعياد الميلاد. طبعا معلوم أن جهة ما في المسيحية تحتفل في يناير في السادس منه، وجهة أخرى تحتفل في 25 من ديسمبر، وهم يحتفلون جميعا في الحضارة المعاصرة بليلة رأس السنة الميلادية، جعلوا يناير أول الشهور. هذا كله يدل على أن هذا ليس في معتقدهم الحق، وإنما هو شيء ابتدعوه في دينهم. فإذا نظرنا إلى أنفسنا معشر المسلمين، من رأيناه على بدعة في ديننا وجب علينا أن ننهاه لا أن نتبعه، فكيف نتبع من وجدناه على بدعة في دينه ودينه أصلا قد حرفه وهو باطل؟ فهذا يقطع السبيل على كل من يقول بجواز تهنئتهم بأعياد الميلاد. وقد نقل عن بعض العلماء في الأزهر الشريف، مع العلم أن الأزهر قامة علمية معروفة، قم في فم الدنيا وحي الأزهر وانثر على سمع الزمان الجوهرة كما قال شوقي، ولعلماء الأزهر فضل لا ينكر على أمة الإسلام في الشرق والغرب، ونحن تعلمنا على أيدي كثير من علماء الأزهر الشريف. فالحديث عن الأزهر شيء، والحديث عن فتوى بعض العلماء المنتسبين للأزهر أو لغيره شيء آخر بصرف النظر عمن ينتسبون إليه. فظهرت فتاوى في هذه الأيام تجيز للمسلمين تهنئة النصارى بعيدهم المقبل، وهذا قطعا باطل شرعا لما حررناه آنفا، لأن التهنئة تجوز في حالة أن نهنئهم بشيء غير ديني مما يشترك فيه عوام الناس، أن تهنئ نصرانيا بمولود، أو أن تعزيه بمفقود، أو أن تهنئه ببيت اشتراه أو سيارة يركبها، هذا لا حرج، لأن هذا ليس فيه إقرارا لدينه ولا تعظيما للشرع الذي يحمله. أما ما يتعلق عندهم بالديانات فلا يجوز أبدا تهنئتهم فيه. واحتج بعض العلماء بقول الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ولا ريب أن الآية محكمة خلافا لمن قال من أهل العلم إنها منسوخة، لكن هذه الآية فيما حررناه آنفا بدليل سبب نزولها عند الجمهور، وهو أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها أخبرت أن أمها قدمت من مكة قتيلة بنت عبد العزة ومع هدايا لابنتها، ومع ذلك تمسكت أسماء رضي الله عنها بالأصل وهو عدم موالاة الكفار، فتشارت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمنعها من أن تصل أمها، والصلة غير الموالاة. والصلة غير الموالاة. فبر من كان جارا لنا أو قريبا لا قدر الله، كمن يبتلى بهذا في بعض الدول العربية من أهل غير الإسلام، نعم يبر ويقصد يعني يحاكم بالعدل، لكن هذا ينصرف للضعفة، للجيران، للعلاقات الاجتماعية، لا ينصرف إلى ذي الشوكة، لا ينصرف إلى الموالاة أبدا. ومعلوم أن الأحداث التي تمر بها مصر، أعانهم الله على ما هم فيه وجمع الله كلمتهم وألف بين قلوبهم وحمى تلك الديار المباركة من كل سوء وجنبهم الله الفرقة والشتات، جعل
بعض العلماء يفتي بهذا خوفا من انتشار الطائفية، لكن الحق الذي ينبغي أن يعلم أن الناس لا يصلحهم إلا الشرع، الناس لا يصلحهم إلا الشرع. أي شرع؟ شرع الله كما هو، شرع الله كما هو. فعلى هذا يحمد لهؤلاء العلماء خوفهم من تفريق الأمة المصرية أو من يعني سفك الدماء فيها، وهذا كله نحمل، كلنا يحمل هذا الهم. لكن مصر وإن أغضت على بقة نهر من الخلد والكافور يسقينا، كأم موسى على اسم الله تحمله، وباسمه أخذت في اليم تلقينا. لكن الحق يبقى حقا، والدين يبقى دينا، لا يحق لأحد أن يغير فيه. فلا يجوز بحال من الأحوال تهنئة أحد من النصارى بأعيادهم، ولا يجوز مشاركتهم فيها بأن يأتي إنسان فيتاجر بأمثال هذا، كل بأمثال التي يعينهم على إقامة هذه الاحتفالات. لا يجوز المتاجرة فضلا على أن تتبناها بعض القنوات التي يملكها بعض المسلمين. فإذا خصص تلك الليلة بأن يستضيف خضروات الدم من هنا وهناك وغيرها ممن وغيرهم ممن عرف بالفسق، وتحيا تلك الليالي على الشاشات وعلى الفضائيات، ويؤذن للناس بالاتصالات، هذا فساد في الأرض لا يجوز لمؤمن أن يتولاه وأن يقوم به. والسحت المال الذي يجمع بهذه الطريقة سحت لا مرية فيه، وفساد عريض في الأرض، لأنه إقرار على سوء المعتقد وعلى سوء الخلق. إقرار على سوء المعتقد وعلى سوء الخلق. ولا يجوز لمسلم أن يتولاه أو أن يضرب فيه بسهم أيا كان. وكذلك لا يجوز للمسلمين المقيمين في الدول الكافرة، ولا المبتعثين إليها، ولا المارين بها، ولا العابرين عليها، ولا الذين يقضون نقاهات مرضية فيها، أن يشاركوا بأي شيء في تلك الليالي، ولا أن يسهموا فيها، ولا أن يتولوا أحدا بهدية ولا بغيرها. هذا دين. والله يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن الهدى هدى الله. ثم قال ربنا: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. لا ولي ينفعك ولا نصير يمنعك. فإذا كان هذا في حق المعصوم صلى الله عليه وسلم وحاشاه، فكيف يقال في حق غيره؟ هذا إجمال ما يمكن أن يقال في أعياد الميلاد. فنجمل: أصلها باطل عندهم، فكيف يقرون على دين باطل؟ فضل الشيخ، لعل هناك من ينظر بأنه من باب أن هذا النصراني جاء وبارك لي في عيدي، في عيد الفطر أو الأضحى، والآن من باب المعاملة بالمثل وحتى أرق قلبه، وأنه يعني من باب الدعوة فأذهب وأشاركه عيده كذلك. هذه الشبهة مدفوعة بما قلناه آنفا من أن الناس لا يصلحهم إلا الشرع، لأننا إذ هنأناه بعيده أقرناه على صحة عيده، أقرناه على الطريقة التي هو فيها. أنا أنتظر فرصة أن يؤتى بمولود، أو أن يرقى في وظيفته، أن يعلو وجاهه، فأتيه فأهنئه. لكن ما يتعلق بالدين لا، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولا تجوز موالاة اليهود ولا النصارى ولا غيرهم من أصحاب الأديان بأي حال من الأحوال. نعم.